سؤال: ما مصير الناس المرضى بالعقل والمجانين والمرضى النفسيون؟ هل الله سيحاسبهم على أعمالهم أم لا؟ طبعا كل عمل يحاسب عليه الإنسان هو العمل اللي يكون فيه حر وله إرادة. إذا كان مش في حريته مش مطالب، وإذا كان غير إرادته مش مطالب. المرضى العقليين ما عندهمش عقل، فربنا يحاسبهم على حسب عقلهم. ومش كل المجانين درجة واحدة، في جنون مطبق ده ما لا يعي شيئا يبقى ما فيش حساب خالص، وفي مجنون في نقطة معينة وعاقل في كل حاجة. يعني على رأي الشاعر اللي بيقول: وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. في واحد مجنون كورة، واحد مجنون تمثيل، واحد نقطة معينة يلخبط فيها وبقية النقط ماشي كويس، زي المجرم اللي يقبضوا عليه وهو مدبر الجريمة بطريقة تدل على كامل العقل، وبعدين يقولوا لا ده مجنون. هم اللي زي دبرها بالطريقة الفنية دي الموزونة على الآخر. أما المرضى نفسيا برضو على حسب نوع مرضه. الله لا يطالبنا فوق ما نطيق، على حسب حالتنا يحاسبنا.